معاكم في لقاء جديد استكمالا للجوينتس او المفاصل او الجون ارثروجي علم المفاصل. النهارده هنتكلم على الكارتليجنال جوينتس او المفاصل الغضروفيه. في المفاصل الغضروفيه البونز اوف كارتليجنال جوينتس ار يونايتد باي فايبر كارتليج اور هايلاين كارتليج اور كومباينيشن اوف تو تايبس. يعني الاثنين بونز او الاسطح المفصليه بتاع العظمتين هيتجمعوا بايه او هيمسكوا مع بعض بايه؟ بكارتليج. كارتليج يا اما فايبر كارتليج يا اما هايلاين كارتليج او خليط من الاثنين. The amount and the kind of movement are determined by the shape of the joint surface and the amount and elasticity of the uniting medium. زي ما اتفقنا ان في الكارتريج جوينت ده بنسميها فارثروزيس في سلايت اماونت اوف ذا موفمنت او ليميتد اماونت اوف ذا موفمنت. في المفاصل الغضروفيه بتديني كميه ضئيله من الحركه. كميه الحركه دي هتعتمد على شكل الاسطح، نوع الغضروف اللي ماسك، الالاستيستي بتاعته فيه مرونه ولا ما فيش، يا اما بيدي حركه يا اما ما بيديش حركه. لو بيدي حركه بيدي كميه بسيطه من الموبيليتي او الموفمنت. في عندنا تو تايبس اوف ذا كارتليجنال جوينت او تو كلاسز. في نوعين، سين كوندروز او هايلاين كارتليجنال جوينت وسانفيسيس فايبرو كارتليجنال جوينت. قسموا المفاصل الغضروفيه لنوعين، ما يسمى بالسين كوندروزيس اللي هو هايلاين كارتليجنال جوينت يعني اليونايتنج ميديوم هايلاين كارتليج غضروف زجاجي، او سانفيسيس ارتفاقي. الارتفاق دوت هيبقى اللي ماسك العظمتين مع بعض عباره عن فايبرو كارتج غضروف ليفي. فعندنا في نوع من الغضاريف هيلاين كارتج غضروف زجاجي وفايبرو كارتج غضروف ليفي. تابع النوعين دول قسموا المفاصل الغضروفيه او الكارتج جوينت سينكوندروزيس وسينفيسيس. السينكوندروز بيسموه البرايمري كارتليجنال جوينت او المفصل الغضروفي الاولي اللي هو بيسموه السينكوندروزيس او هيلاين كارتليجنال جوينت. temporary joint دي مفاصل مؤقتة. الاكزامبلز بتاعتنا الابيفيزية البليت. احنا عرفنا ان الابيفيزيز المكان بتاع نهاية العظمة. الابيفيزية البليت بيبقى غضروف، ده المكان اللي بيحصل فيه اوسيفيكيشن سنتر او مركز تعظم. يكبر الغضروف يحصل اوسيفيكيشن تطول العظمة لحد ما يوصل لمرحلة الماتيوريتي في الشايلد هولد في الاطفال. ده يكبر ويحصل اوسيفيكيشن تكبر العظمة. مع الوصول لمرحلة الماتيوريتي خلاص العظمة مش هتطول تاني، يحصل كومبليت اوسيفيكيشن لمنطقة الابيفيزية البليت. مثال للهايلاين كارتريج جوينت او السينكوندروز او البرايمري كارتريج جوينت اللي هو الابيفيزيال بليت اللي قدام حضرتك ده. زي ما عرفنا قبل كده ان كتل العظم بيبقى عباره عن غضروف، في النهايه خالص بيبقى لي بس الابيفيزيال بليت بليتس اللي هو البروكسيمال والديسكال ابيفيزيال بليت، دولت عباره عن هايلاين كارتريج جوينت. تاني مثال عندنا اللي هو الكوستوكوندريال جانكشن. الكوستوكوندريال جانكشن التحام غضروف الضلع بالضلع. اللي قدام حضرتك بشاور عليه ده الضلع او الكوستا او الريب. مكان الالتحام ده هو بيسموه كوستوكوندريال جانكشن، مكان التحام الغضروف بالضلع بتاعه. الغضروف ده اللي هو كوستال كارتج مع الضلع ده بيسموه كوستوكوندريال جانكشن اللي بتشاور عليه ده. ده مثال للهايلاين كارتليجنال جوينت، مكان التحام الضلع بالغضروف او الريب بكوستال كارتج. كل ده عباره عن هايلاين كارتليجنال جوينت. تالت مثال عندنا انترمانديبولار سينكوندروزيس. ده المانديبول بتاع الدوج او الفك السفلي في الدوج. الفك عبارة عن جسم الفك نفسه بينقسم دي شقين او جزئين. مكان الالتحام بتاعة الفك ده اللي عندنا هنا المنطقة دي كده اللي ماسك دي في التشايلدود او في الجنين وبعد كده في الطفولة بيبقى عبارة عن هايلاين كارتليج غضروف زجاجي. فالمكان ده هو اللي بيشاور عليه الايد ده بيسموه الانترمانديبولار سينكوندروزيس. انترمانديبولار سينكوندروزيس اللي هو ماسك الفك مع بعضه ده اهو، الايد هتشاور عليه ده هو المانديبولار سينكوندروز او انترمانديبولار سينكوندروز. تاني نوع من الكارتليجنال جوينت احنا قلنا اول نوع سينكوندروزيس يعني اللي ماسك العظمتين مع بعض عباره عن غضروف زجاجي او هايلاين كارتج بيسموه برايمري كارتليجنال جوينت. تاني نوع بيسموه سينفيسيس الارتفاق فايبرو كارتليجنال جوينت يعني اللي ماسك العظمتين مع بعض عباره عن فايبرو كارتج يعني غضروف ليفي، وده بيسموه سكندري كارتليجنال جوينت او الفايبرو كارتليجنال جوينت. ده برضو temporal joint.
اليونايتنج ميديوم از فايبرو كارتج، زي ما قلنا الوسط الجامعي بيبقى عباره عن فايبرو كارتج، ده بيدي ليميتد اند فاريبل اماونت اوف موفمنت. هنا بقى انتقلنا من قصه ثانيه، من قصه ان كل المفاصل اللي فاتت سواء فايبرس او برايمري كارتريجن جوينت دي كلها غير متحركه، يبقى كل الفايبرس والهايلاين كارتريج جوينت او البرايمري كارتريج جوينت او السنكوندروزيس دي كلها اموفابل جوينت. هنا بقى اداني بدات الحركه تظهر معايا ليميتد وفاريبل اماونت اوف موفمنت. فالاكزامبلز بتاعتنا عندنا ما يسمى بالبلفيك سيمفيس، زي ما حضرتك تشوف معايا كده، دي عظمه البلفيك بون او الاسكوزي. البلفيك بون بتتكون من ثلاث عظمات ما يسمى بالاليوم والاسكيوم، واللي على شكل حرف ال دي لحد هنا كده بيسموها البيوبس، دي البيوبس. التحام عظمه البيوبس وعظمه الاسكام الرايت والليفت مع بعضهم، المكان ده بيسموه بيلفيك سيمفيس، يعني الارتفاق الحوضي في الحيوانات يكون ايه، يكون الفلور اوف ذا بيلفيس، يكون ارضيه الحوض. البيلفيك سيمفيس ده بيكون من جزئين، اسكال سيمفيس، الاثنين اسكام مع بعض يسموه اسكال سيمفيس، والاثنين بيوبس اللي على شكل حرف ال ده لحد هنا كده يسموهم بيوبيك سيمفيس. الارتفاق العاني والارتفاق الوركي الاثنين مع بعض يعملوا ايه، بيلفيك سيمفيس، كل ده اسمه بيلفيك سيمفيس، اللي بايدي هتشاور عليه ده البيلفيك سيمفيسز. فده اللي ماسك العظمتين مع بعض دولت عباره عن فايبر كارتريج، وده بيحصل له ايه، بيحصل له اوسيفيكيشن في السن الكبير قوي، انما ده بيدي ليتل اماونت اوف ذا موفمنت اثناء في الاناث على الاخص في الفيميل اثناء الولاده بيتوسع شويه عشان يوصل الحوض لعمليه الولاده، فهو ده بيدي فاريبل اماونت اوف ذا موفمنت وليميتد سلايتلي موفابل جوينت او مفصل قليل الحركه بالشكل ده. تاني نوع جوينت بتوين ذا استرن بري اوف ذا استرنم، الاسترنم او القص بتاع الهيومن ده عباره عن مجموعه من الاسترن بري او الاجزاء، اول واحده بنسميها المانيبرم، اخر واحده بنسميها الزيفويد. التحام الاسترن بري كل واحده استرنبرا مع بعضها، ده كله عباره عن فايبرو كارتريجنال جوينت او مفصل غضروفي ليفي او سكندري كارتريج جوينت، بعد كده بيحصل له اوسيفيكيشن وتبقى قدامنا كانها عظمه واحده. ثالث مثال الانتر فيرتبرال ديسكس او الجوينتس بتوين ذا بوز اوف ذا فيرتبري، الانتر فيرتبرال فايبر كارتريج ديسك. بص حضرتك معايا، اي فقره الكرينيال ارتكولار في سطح التمثيل الامامي وسطح التمثيل الخلفي او العلوي والسفلي في الهيومن بيستغطى الاول الكفرنج كارج عباره عن هايلاين، انما الديسك بقى اللي موجود ما بينهم الاقراص الغضروفيه اللي موجوده ما بين الفقرات اللي بتسهل حركه الفقرات بالشكل ده كده، دي يسموها ايه، دي يسموها انتر فيرتبرال فايبرو كارتريجنس ديسك. ده مثال للسيمفس او الفايبرو كارتريجنس جوينت. فاللي قدام حضرتك ده هو الانتر فيرتبرال فايبرو كارتليجينس ديسك، اقراص غضروفيه بتقع ما بين الفقرات بتسهل الحركه بتاعتها اللي هي باللون الازرق قدام حضرتك دي. فده تاني نوع اللي هو السيمفيسز او الفايبرو كارتليجين جوينت. لو عملنا كومباريزون بتوين ذا تايبس اوف ذا كارتليجين جوينت، احنا عندنا نوعين، برايمري كارتليجين جوينتس اللي هو السنكوندروز جوينت، او البونز ار كونكتد باي هايلاين كارتليج نو موفمنت، ما فيش اي حركه. هنا بقى في السيمفيس او السكندري كارتريجن جوينت البون ار كونكتد باي وايت فايبرو كارتريج غضروف ليفي، هنا بيدي ليميتد اماونت اوف موفمنت. المثال بتاعنا الابيفيزيال بليت، قلنا النهايات بتاعه العظام اللي هو شفناها في التركيب العظام قبل كده اللي هو الابيفيزيال بليتس، ده مثال للبرايمري كارتليجنال جوينت. هنا المثال الانتر في السيمفيسز الانتر فيرتبرال فايبرو كارتليجنال ديسك والبلفيك سيمفيس الارتفاق الحوضي اللي هو عباره عن بيوبيك سيمفيس واسكال سيمفيس التحوا مع بعض فعملوا لي ما يسمى بالبلفيك سيمفيسز، ده مثال للسكندري كارتليجنال جوينت. ده كان مقارنه بسيطه، نوع الغضروف اللي ماسك هايلاين كارتليج هنا نوعه فايبرو كارتج، ده ما بيديش اي نوع من الحركه، ده بيدي نوع من او كميه محدوده من الحركه. وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.